مشاهدينا نتحول بكم إلى ولاية قسنطينة ونستمع إلى الوزير الأول السيد عبد العزيز الجراد. البحوث في العلم والعلمية والتكنولوجيات، وعين على رأسه أستاذ جامعي وباحث نصبناه في عنه منذ أيام، وهذا يدل على إرادة راسخة عند السيد رئيس الجمهورية والحكومة لتدعيم البحث العلمي على كل المستويات، لأن البحث العلمي فيه مجال الجامعات وهو مركز وأساس البحث العلمي هي الجامعة، لكن البحث العلمي له مجال أوسع، هناك المؤسسات الاقتصادية، هناك المؤسسات، كل المؤسسات الخاصة والعامة لها القدرات أن تكون أو تؤسس مخابر للبحث. حقيقة كما تفضل به الأستاذ شيتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البحث أصبح اليوم، أو الدول المتطورة هي الدول التي لديها هذه النخبة التي تبحث، ليس لحوصلة وتقييم ما يجري في مجتمعاتها، لكن التصورات المستقبلية بالإبداع، الإنوفاسيون، الاكتشافات في كل المجالات. هناك دول ليست لديها بترول وغاز، لكن لديها نخبة تبحث في عدة مجالات، ولا أريد أن أذكر نموذج هذه الدول خاصة في آسيا وفي بعض المناطق الأخرى من العالم. إذن بزيارتنا لهذا المركز نلاحظ ونشجع الباحثين على ربط البحث النظري، البحث الأكاديمي بالبحث الميداني. العلاقة اليوم هي أن تكون نوع من التكامل بين الدراسة النظرية، الدراسة التحليلية، والدراسة الواقعية الميدانية. وهذا ما يخصنا في الحقيقة. لدينا عدة مخابر منذ الاستقلال للبحوث. أتذكر المركز الذي أسس، البحث الذي أسس من طرف السيد عبد الحق برارحي رحمه الله، أستاذ اللي كان وزير، هو أستاذ في الاستيولوجيا الاستولوجي، وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. هناك مخابر موجودة على كل التراب الوطني، لكن ليس هناك تكامل، يا با اون سينرجي انتر لا ريفليكسيون اي لا ريشيرش دو تو سي لابوراتوار دو تو سي ستركتور دو ريشيرش. وبالتالي ضرورة إدماج نسق بحث وطني متكامل هي ضرورية الآن، وضرورة حتمية. التعرف بالخبراء سواء على المستوى الوطني أو الجزائريين على المستوى الخارجي. لدينا زملاء تكونوا أغلبية منهم في الجامعة الجزائرية، وأصبحوا في طليعة البحوث العالمية. لذلك أرى كذلك أن البحث العلمي والجامعة الجزائرية لازم تخرج من التقوقع نتاعها وأن تذهب إلى العالمية، والتعاون الدولي الآن أصبح ضرورة بالعولمة، عولمة الاقتصاد، عولمة الصناعة، لكن عولمة الفكر وعولمة التعليم وعولمة البحث. إذن هذه تحديات كبيرة أمامكم للوصول إلى هذا المستوى، النخبة العلمية والفكرية في بلدنا. كذلك الأيام بيّنت لنا أن لدينا حقيقة قدرات وموارد إنسانية قوية
في هذا المجال. ب التحدي أمام هذا الوباء الكورونا فيروس. فعدة مراكز بدأت في البحث بطريقة في بعض الأحيان بدون الانتظار قرارات أو بدون انتظار توصيات من طرف السلطات، في ميدانيا أخذت مبادرات ووصلت إلى نتائج إيجابية جدا. ومن هنا الرأي العام بصفة عامة اكتشفوا أن هناك طاقات جزائرية في مختلف المدن، بجاية، قسنطينة، سيدي بلعباس، وهرن، جزائر العاصمة، باتنا إلى غير ذلك، لهم قدرات لاكتشاف وتقديم مساعدة لمحاربة وباء كورونا. لذلك هذا الطاقم هذا وهذه الإرادة وهذا الهيبة الوطنية يجب استغلالها في المستقبل لفرض اتجاه واضح لنخبتنا ومساعدتها نحن كسلطات عمومية على أن تكون أن يكون لها مكانة حقيقية، مكانتها الحقيقية في مجتمعنا كنخبة. طبعا هناك من يقول لي هناك الواقع المر للبيروقراطية وهناك الواقع المر للظروف الاجتماعية إلى غير ذلك. بحواري في 5 دقائق مع السيد مدير هذا المركز ومع السيد الوالي قررت أن 130 سكنة اللي موجودة في اللهنة في بجوار المركز ستخصص مباشرة للباحثين في هذا المركز بالتوزيع عادل وحقيقي لكل من يستحق هذا القاعدة البسيطة لكن لها أهمية كبيرة لاستقرار وترك الباحث يفكر على البحث العلمي ولا يفكر على مشاكله اليومية. إذن باختصار شكرا جزيلا، أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله.